السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ مكملين معاكم في الحلقة التاسعة من كورس تعلم كتابة المحتوى التسويقي على السوشيال ميديا to be a copywriter and content creator. كنا بدأنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الباير بيرسونا وعرفنا ايه التعريف بتاعها وأهم يعني لسه هنعرف أكتر في الحلقة دي. فالنهارده بقى يعني النهارده هنكمل بقية الموضوع اللي هو ازاي احدد الباير بيرسونا. كنا ادينا نبذه عن موضوع المره اللي فاتت، بس احنا النهارده هنتكلم بشكل مفصل عن ازاي احدد الباير بيرسونا بتاعتي علشان اعرف استهدف ناس مهتمه صاحب المحتوى اللي انا هقدمه، وبالتالي اقدر اسوق للمنتج بتاعي. ماشي. فاحنا دلوقتي قدامنا في 4 طرق ان انا اقدر بيهم احدد الباير بيرسونا. اول طريقة الريسيرش، تاني واحدة اللي هي بيقولك سيجمنت يور بيرسونا، تالت واحدة كرييت نيم اند ستوري فور ات، رابع حاجة اللي هي فوكس اون رولز او جولز او بروبلمز. هنبدأ نشرح واحدة واحدة منهم دلوقتي. هي اول طريقة ان انا احدد الباير بيرسونا بتاعتي اللي هي بالريسيرش. احنا لما بنيجي ناخد بريف من عميل، انا مفروض يعني اول ما خدت البريف انا بحاول او يا يعني اما مثلا بسأل العميل او انا بعمل سيرش طبقا للمعلومات اللي انا خدتها من البريف دي. بحاول كده اقعد مع نفسي اشوف هي مين اكتر ناس انا ممكن استهدفها. فاعمل بقى يا اما بالريسيرش ده اعمل اشوف المنافسين مثلا بتوع المنتج بتاعي ده، المنافسين بتوع اشوف عندهم مثلا الفئة اللي هم بيستهدفوها، او احاول انا اشوف كده نوع الناس او اللي هي مهتمة بالمنتج بتاعي ده. احاول اعمل سيرش وادور على معلومات ان مين اكتر فئة. The time is 3 o'clock PM. طبعا على حسب نوع البيزنس او نوع البيج اللي انا ماسكاه ده. دي اول طريقة ان انا بحدد بيها الباير بيرسونا. تاني طريقة ان انا بحدد بيها هي سيجمنت يور بيرسونا. يعني ايه؟ يعني هو احنا مثال كنا قلناه قبل كده بس هنقوله تاني. يعني انا مثلا انا عامل دلوقتي بيج كورسات او اكاديمية كورسات لتعليم المجال الطبي او افراد المجال الطبي ان هم يدخلوا مجال الفريلانس. فهنا فهو مثلا احنا هنشوف مين احنا عارفين ان الفئة المستهدفة هي افراد المجال الطبي، بس انا ممكن اعمل لها سيجمنتيشن ازاي. يعني انا مثلا هقول ان انا بستهدف الطلبة اللي هم عشان يزودوا دخلهم وكده. ممكن سيجمنت تاني اللي هو هقول لو امهات مثلا واخدين اجازة وحابين يستثمروا وقت الفراغ اللي عندهم. تالت حاجة مثلا دي شريحة، تالت شريحة مثلا أقول الصيادلة اللي قاعدين أو دكاترة في مستشفيات وهم عندهم وقت الشفت يسمح بشغل، فممكن دي فئة تالتة. فئة رابعة لو حد مثلا عاوز يستغل الباك جراوند بتاعته وعاوز واحدة واحدة يشوف حاجة يغير بيها الشغل سواء سايد كارير أو كارير شفت. فكل دول انا بحاول اسجمنت البرسونة بتاعتي على حسب فئات. فدي كانت تاني طريقة ان انا اقدر بيها احدد الباير برسونة بتاعتي. طبعا كل طريقة هنستخدمهم من دول بتبقى متوقفة على حسب نوع البيج بتاعتك او نوع البيزنس اللي انت هتسوق له ده. تالت طريقة بنعملها اللي هي create name or story for it، زي برضو المثال اللي هو بتاع الام اللي هي من المجال الطبي وعايزة تشتغل في الموضوع ده. هيبقى حاجة كويسة ان انا بتخيل الام، هتخيل ايه هي المشاكل اللي عندها، ان هي عايزة تجمع ما بين الشغل والكارير والبيت، وان هي عايزة ترعى اطفالها، وان هي حجم الضغوطات او المسؤوليات اللي عليها. فانا مجرد ما بتخيل الشخصية عاملة ازاي هحس بمشاكلها او المعاناة اللي هي بتعاني منها يعني، وبالتالي هقدر اوجه وحل مشاكلها يعني المشاكل اللي هي بتواجهها بالمنتج بتاعي، وبالتالي الكونتنت بتاعي اللي انا هعمله هيوصل لها.
دي كانت تالت طريقة. رابع طريقة اللي هي بشوف المشاكل أو الأهداف بتاعتهم، يعني مثلا أنا الناس برضو نفس الكورسات ونفس أفراد المجال الطبي، يعني مثلا أنا همسك الستودنتس أو الطلاب، أنا هم عندهم مثلا مشكلة إن هم بياخدوا سنين أطول في الدراسة، ومع ذلك هم عايزين دخل إضافي عشان ما ياخدوش مثلا مصروف من أهاليهم، فدي مشكلة عندهم، فأقول لهم إن انتوا بتقدروا تحققوا ده عن طريق ان انت تقدر تشتغل في الفريلانس، وبالتالي مش هتتعطل في مذاكرتك وهتلاقي شغل اضافي ليك وفي نفس مجالك، ويبقى انا كده حلت لهم المشكلة اللي هم بيواجهوها بالمنتج بتاعي. فدي كانت رابع طريقة ان انا ازاي احدد الباير بيرسونا. احنا قلنا بطريقة الريسيرش، او ان انا بعمل سيجمنتيشن للبرسونة، او بعمل لها اسم او ستوري، او بتكلم عن اهدافهم او مشاكلهم وهكذا، ويبقى حلها المنتج بتاعي. دي كانت الطرق ان انا ازاي بحدد الباير برسونة. هنتكلم في النقطة اللي بعدها. وبرضو زي ما عملنا في البريف هنحاول نلخص كده الدنيا. احنا كل يعني شرحنا الطرق وكده، بس هنعمل زي روشتة برضو أسئلة بتساعدني إن أنا أحدد الباير بيرسونا. الأسئلة دي اللي هي إيه؟ مهمة جدا أسأل السن بتوع البيرسونا بتوعي ده عاملين إزاي، سنهم قد إيه، النوع بتاعهم يعني ميلز ولا فيميلز، ساكنين فين، المشاكل اللي بيواجهوها، أهدافهم، سلوكياتهم، نوع المحتوى اللي بيحبوا يشوفوه، مستوى التعليم، ليه ممكن يفكر في المنتج بتاعك، الحالة المادية هم كلاس A B C، المستوى الاجتماعي، هواياتهم، مثلا اجازاتهم امتى، الكلام ده مثلا عشان لو في حاجة زي الكورسات مثلا لو في فترة امتحانات تبقى بداية الكورس تبعد عنها وهكذا، انطوائي ولا اجتماعي، اونلاين ولا الكورس او المنتج ده بيبقى مثلا هو اونلاين ولا موجود في مكان اوفلاين، احتياجات البرسونة دي. كل دي أسئلة أنا لو عرفت إجابتها أنا هعرف أحدد الباير بيرسونا بتاعتي بشكل دقيق، بالتالي زي ما قلنا قبل كده هعرف أحدد الناس بشكل أحسن، وبالتالي المنتج الكونتنت بتاعي هعرف إزاي أوصله لهم وهم يهتموا بيه، فنحقق المطلوب من الكونتنت ماركتينج. فدي كانت أسئلة تحديد الباير بيرسونا. وزي ما بنقول اهو كل الاسئله دي هتساعدني في ايه؟ هتساعدني ان انا احدد الايدنتيتي او للشركه او البراند، هتساعدني ان انا احدد لغه الكتابه اللي انا هكتب ليها، يعني مثلا لو علشان لو هي الناس اللي انا بستهدفهم دول تعليم متوسط، فمش هقدر اكتب بلغه انجليزيه معقده، وهحاول اكتب بلغه بسيطه سهله يفهمها الناس دي، على عكس لو كلاس A مثلا او ناس تعلمها عالي، فهتكلم بلغه مثلا هم يفهموها. برضو بتاثر على شكل التصميمات، في ذوق معين مثلا بيحب كلاس A، نرجع تاني، على عكس مثلا لو هستهدف فئه تانية هيبقى شكل التصميمات هيختلف. فمهم جدا ان انا اعرف الباير بيرسونا بتاعتي عشان اعرف اوجه كل عنصر من عناصر الشغل لايه، لان هو يكون يعجب الفئه اللي انا بستهدفها دي. وزي ما بنقول ان انا فوائد تحديد الباير بيرسونا الصح ان انا هستهدف عميل صح، بالتالي هعرف ابيع للناس الصح وهبقى اديت المطلوب من الكونتنت ماركتنج، وقلنا تحديد اللغه اللي هتكلم فيها في البوست وطريقه بدايه البوست بحيث ان ايه، ان الناس فعلا المستهدفه دي تفهم طريقه الكلام وتفهم ايه المكتوب والغرض منه. فاحنا بنقول هنا الخلاصه ان لازم الاساس يبقى صح علشان كل حاجه هبنيها على الاساس ده تبقى صح. ودي ملحوظه ان انا مش لازم كل بوست انا هكتبه هيكون بيستهدف كل انواع البيرسونا اللي انا بكلمهم. يعني ايه؟ يعني لو خدنا المثال اللي احنا قلناه، انا لو اتكلمت على كورسات اللي هي بتسوق للافراد المجال الطبي دول، انا مش لازم كل بوست انا هكتبه يكون بيستهدف الطلاب، يعني هيسوق الكورس ده للطلاب او هيسوق في نفس ذات البوست للام اللي هي عايزه تستغل فتره الاجازه اللي عندها، هو نفس البوست اللي يستهدف الصيادله، لا مش شرط تماما ان كل البوستات تستهدف كل الناس.
وده بيجي الفكرة احنا هنقولها قدام، فكرة ان احنا لما بنيجي نعمل content plan او خطة محتوى احنا بنبقى مستهدفين، يبقى عندنا اهداف بنستهدف بيها كل فئة في مرحلة معينة مثلا، عشان كده تبقى كل بوستات ليها اهداف ناس معينة، فمش بالضرورة خالص ان كل البوستات هتستهدف كل انواع الناس. فدي بس حاجة كده لازم ننوه عنها، وهنشرح برضو الموضوع ده قدام لما نيجي نتكلم على content plan. ناخد مثال علشان نفهم اكتر. لو احنا مثلا جايلنا دلوقتي شغل على عيادة دكتور اطفال في السيدة زينب، انا خدت منه بريف وعرفت ايه الخدمات اللي بيقدمها وعرفت كل المعلومات اللي انا المفروض اعرفها عنه. انا جه بقى دلوقتي مرحلة ان انا هستهدف مين، ان انا اطلع الباير بيرسون. فزي ما بنقول هنا نقول هنكلم مين، سنهم قد ايه، ساكنين فين، المشاكل، اهدافهم، سلوكياتهم، المحتوى اللي بيحبوه، مستوى التعليم، وليه بتفكر في المنتج او الحالة المادية والاجتماعية واحتياجاته. وحاولنا نجاوب على الأسئلة دي. مجرد الإجابة على الأسئلة دي أبقى أنا كده حددت الباير بيرسون بتاعتي. يعني هنا احنا قلنا هنكلم مين، انا عيادة دكتور اطفال، فغالبا انا بكلم الامهات. السن بتاعهم يتراوح مثلا من 25 لـ40، ممكن اصغر شوية ممكن اكبر شوية، بس ده رينج السن. يعني قلنا هيبقوا ساكنين فين، في السيدة زينب والمناطق المجاورة. ايه المشاكل اللي بتواجه الفئة دي؟ هي دايما مشاكل الامهات بقى مع الاطفال، سواء بقى في التغذية، في الامراض، في الوقاية، في التطعيمات. كل دي انا لو قعدت بقى عملت سيرش كويس وشفت كده الدنيا، هلاقي هي دي المشاكل اللي الامهات بتواجهها مع اطفال. هدف الناس دي ان هي عايزه حل للمشكله دي، حل الدكتور ان هو هيقول لها مثلا ازاي تتعامل مع الطفل، نظام التغذيه، التطعيمات، اجابه الاسئله اللي دايما بتبقى شاغله امهات الاطفال في السن ده. نوع المحتوى اللي بيحبه الفئة دي من الناس أو من السيدات هيبقى دايما يا إما محتوى توعوي يا إما ترفيهي، ده أكتر محتوى بنعرفه. ممكن حد يسأل هو نعرف المعلومات دي منين؟ المعلومات يعني أنا يا إما بعمل سيرش يا إما بتوقع يا إما بالتجربة والخطأ. يعني في مجال الماركتينج ده مفيش حاجة 1+1=2، عادي احنا بنجرب، نعمل سيرش، بنسأل، بنشوف الصفحة المقابلة لينا، بنتعلم منهم، بنشوفهم بيعملوا ايه، وهكذا بالتجربة. يعني احنا بنتعلم، بناخد مثلا كورس او بناخد سورس نتعلم منه. بعد كده في الشغل لما نيجي نطبق بايدينا برضو ده بيدينا نوع من الخبرة، وبرضو بالتراي وايرور كله بيجي. يعني ما فاهمين، بحاول اتوقع واعمل سيرش وبجرب، ولو كده بنعدل. مستوى تعليمهم قلنا من متوسط لعالي. ليه ممكن يفكر في المنتج؟ عشان هو مثلا محتاج دكتور. الحالة المادية هتبقى متوسطة عشان المكان مثلا متوسط زينا. المستوى الاجتماعي برضو متوسط، واحتياجاته يا اما هيبقى عامل يا خصومات يا معلومات. فاحنا بنحط الاسئلة دي وبنحاول نجاوب عليها. مجرد اجابتي على الاسئلة دي يبقى انا حاولت احدد الباير بيرسونا بتاعتي. فده كان موضوعنا النهاردة، تاني حلقة عن الباير بيرسونا. نراجع كده اللي احنا قلناه سريعا. احنا النهاردة اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن ان انا ازاي عرفنا ايه هي الباير بيرسونا. الحلقة دي عرفنا ازاي احدد الباير بيرسونا بتاعتي عن طريق 4 طرق، يا اما بالريسيرش، يا اما بالسيجمنتيشن، يا اما ان انا بعمل لهم اسم او ستوري بحاول اتخيل الشخص اللي قدامي ده، يا اما اركز على مشاكلهم واهدافهم واتكلم عنه. عرفنا الأسئلة اللي أنا ممكن أستخدمها عشان أطلع الباير بيرسونا بتاعتي، وخدنا مثال، وعرفنا أهمية إن أنا أحدد الباير بيرسونا صح. بس دي كانت ببساطة هي إن أنا اتكلمنا عن الباير بيرسونا على مدار حلقتين. لو حد عنده أي سؤال أو استفسار ما يترددش أبدا إنه يكتب لنا، وأنا هجاوبكم في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ولو حد عنده اي سؤال او استفسار في الشغل او عايز مثلا اشوف شغل او حاجة ونصلح مع بعض او كده، ما عنديش اي مانع، اكتبوا لي بس في الكومنتات. بس مستنيين في حلقتك ان شاء الله نكمل الكورس مع بعض.
والسلام عليكم ورحمة الله.